وأنه سكين وصل العظم. شافوها في وجهي، سمعوها من كلامي، وتشبعوا بها من الرنة نتاع الصوت ديالي. واش المغاربة رجعوا خفاف؟ رجعتوا دراري؟ وصلنا لهذا الحد. وصلنا لاش؟ باش بواسطة إما الأطفال أو الأوباش. الأوباش نادور، حسيمة، تطوان، قصر الكبير. الأوباش العاطلين اللي عايشين بالتهريب وبالسرقة. واستعملوا في مراكش كما هو الشأن عند جميع المشاغبين، استعملوا الدراري الصغار وما الاولين زيدهم في المظاهر. وا سيدي انا تنقول لك دوك الاوباش راه مشاو للحبس، والدراري خصهم يعرفوا هاد الدراري والطلبه والتلاميذ راه من اجلهم باش غلات المعيشه كذلك. وتنقول للدراري الصغار اللي تيسيروا من الناس لا باقيش يعاودوا يتمازحوا معنا، راه الامر تعطى باش حتى هما يجري عليهم ما يجري على الكبار. وتنقل الاساتذه راه معروفين انهم اللي تيقولوا يديروا الاضراب ويخرجوا للزنقه، على ان الاساتذه راه منهم الكثير تدحى. خص الاساتذه يعرفوا انه في المستقبل غادي يجي عليهم القانون، القانون لهذه مده وحنا عايشين عليه في الحمايه، واكدوا الاستقلال، وانه المروج تاع اكاذيب او القائم باعمال من شانها أنها توقع خلل بالأمن العام رغم تيتعاملوا أقصى معاملة. تنذكركم تنهضر واحد النهار مع سيدنا الله يرحمه، كان تيقرا الجرائد نتاع المعارضة. قلت له سيدي واش سيدنا خصو يكون منطقي مع نفسه وفتح. ودابا سيدنا إلا كنت مثلا هابط للمدينة تصلي وقالوا لك راه مليون ديال الناس موقف في الطريق، 800,000 غادي يقولوا يحيى الملك و 200,000 غادي يصفروا بعد الف. بقيت انا عقل قال لي اخويا ما نهبطش، هذه الا كانت هذه وقت قلت الحياه وقتك هذه، ما انا بعد ما نهبطش. يا انت شنو نعمل سيدي العرض بان الاغلبيه غادي تقول يحيى والاقليه غادي تقول يسقط نهبط، وما حدي غادي في المشروعيه دوك اللي قالوا يسقط نخلي دار باباه. كل صراحه إذا نكونوا عفاكم متفقين على شيء. والناس ديال الشمال راه عرفوا ولي العهد، وحسن ما يعرفوش الحسن الثاني في هذا الباب، يعرفوا الحسن الثاني اللي مولفين به. ما أنا تنعرفهم ما تعرفون كيف يا عم أهل مراكش. أنا كنت مقرر نمشي نرتاح في مراكش، ما بقيتش غادي عند مراكش. ماشي خايف منهم، خصهم يرجعوا الى عن غيهم